أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 25 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج الثور طول اليوم، وكمان اليوم بيبدأ وكوكب أورانوس برضو موجود في برج الثور، والمريخ والمشتري الاثنين في الجوزاء، وعطارد بيتراجع في برج الأسد، والشمس وفينوس الاثنين في العذراء، وبلوتو بيتراجع في برج الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم طول اليوم القمر موجود في المنزل الثاني، ده بيخلي تركيزكم أقل، فأنتم محتاجين في اليوم ده أنكم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها، خصوصا لو عندكم شغل يبقى تراجعوا خطواتكم في الشغل قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم. نفس الحكاية في الفلوس، ما تغامروش في قرارات شرائية أو قرارات بيع، وراجعوا حساباتكم عشان تتفادوا أي خسائر. نروح لبرج الثور. مواليد الثور القمر طول اليوم في برجكم بيديكم منتهى السحر والجاذبية، وتعرفوا أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء. عندكم كمان ثقة بالنفس أكتر، وتعرفوا أنكم تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء. الطاقة البدنية عندكم أقل في اليوم ده، فأنتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة، وبلاش تتحملوا على نفسكم لو حسيتوا بأي إجهاد. مهم كمان أنكم تحافظوا طول الوقت على السرية والكتمان، دي طبعا نصيحة طول الوقت بقولها للجوزاء. حاولوا أنكم ما تتكلموش عن أخباركم ولا خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح للسرطان ومواليد السرطان. القمر عندكم في وضع داعم طول اليوم، تقدروا انكم تعملوا علاقات حلوة مع كل اللي حواليكم سواء في الشغل او مع الاصحاب، تعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة، وكمان تلاقوا اصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. كمان لو عايزين تحضروا لخروجة حلوة تجمعكم بالأصحاب في اليوم ده، أشوف إن ده يوم حلو تقدروا تستمتعوا فيه بوقتكم مع الأصحاب، وتستمتعوا بتبادل فكري مفيد يجمعكم بالأصحاب. نروح للأسد ومواليد الأسد. القمر في وضع معاكس معاكم في الشغل، فضروري تشتغلوا بدقة وتاخدوا بالكم أنكم تحموا نفسكم من أي مكائد، خليكم يقظين وحاولوا تتحكموا في عصبيتكم عشان ما يتمسكش عليكم أي أخطاء. نروح بعد كده للعذراء ومواليد العذراء. عندكم يوم رائع على كل الأصعدة، تقدروا تتصرفوا حلو وتاخدوا قرارات سليمة في كل المواقف وعلى كل الأصعدة. كمان عندكم تركيز أكتر يساعدكم أنكم تحصلوا معلومات أكتر، وعندكم كمان استعداد للمعرفة يساعدكم أنكم تعملوا تطور في مستواكم المهني. نروح لبرج الميزان ومواليد الميزان. عندكم القمر في منزل المدخرات بيساعدكم انكم تاخدوا قرارات موفقة في الفلوس، تقدروا كمان تخلصوا اي امور بنكية بسهولة في اليوم ده، وعندكم يقظة وقدرة على انكم تشوفوا المستقبل اكتر، فده يساعدكم تخططوا حلو لمستقبلكم، فرؤيتكم واضحة للمستقبل، وكمان الظروف ممكن تساعدكم انكم تكتشفوا معلومات كانت خافية عنكم. نروح للعقرب ومواليد العقرب. القمر عندكم في المواجهة، فلازم تاخدوا بالكم من حقوقكم. يوم مش مناسب أبدا لأي مغامرات على كل الأصعدة في الفلوس أو في الشغل، وما توقعوش أي أوراق أو عقود بالذات في اليوم ده. وكمان مهم لو أنتم متجوزين تكونوا يعني محافظين على اللباقة وما تصعدوش المواقف مع شركاء الحياة.
نروح لبرج القوس. ومواليد القوس عندكم طاقة ونشاط وحيوية تساعدكم انكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، كمان عندكم قدرة انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وتقدروا تقوموا بالواجبات اللي عليكم على اكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية او منزلية او عائلية. نروح بعد كده للجدي. مواليد الجدي عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم يوم هايل في الحياة العاطفية، فتقدروا انكم تتفهموا بصورة افضل مع الشخص اللي انتم مرتبطين بيه. يعني صحيح انه فينوس في وضع معاكس، لكن يعني تقدروا في اليوم ده انكم يعني تأثروا جدا في الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، وتلاقوا حلول لأي أزمات. كمان في الشغل تعرفوا تنجزوا شغلكم، وتقدروا انكم تحصلوا على التقدير لكل عمل بتعملوه. لو عندكم أولاد كمان هو يوم هايل للتواصل بصورة أفضل مع أولادكم. نروح للدلو. مواليد الدلو القمر في وضع معاكس معاكم، فحاولوا تكونوا متماسكين قدام أي استفزاز، خصوصا من حد في العيلة أو من الأصحاب، فحاولوا أنكم يعني تحافظوا على اللباقة، وتجنبوا أي مناقشات تدخلكم في صدام مع الأهل أو القرايب أو الأصحاب. نروح بعد كده للحوت. ومواليد الحوت القمر في منزل العلاقات، بيديكم تركيز أكتر، بيديكم فرص أنكم تقووا علاقتكم بكل اللي حواليكم، تقدروا تعملوا لقاءات مهنية أو عائلية أو اجتماعية موفقة. فأشوف أنه يعني ما تضيعوش اليوم ده منكم، لو عايزين تعملوا أي لقاءات مهمة هتكونوا موفقين فيها، لأن عندكم قدرة على الإقناع وقدرة على التفاوض هايلة. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.